النهارده كمان النادي الاهلي هيواجه فريق البنك الاهلي اكيد ضمن منافسات كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه. بيتسو موسيماني اعلن قائمه الفريق اللي ضمت 31 لاعب، هم علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، احمد سيد عبد النبي، كريم فؤاد، محمد نصير، محمد مغربي، محمد احمد شرقيه، احمد اشرف، محمود وحيد، محمد فخري، محمد اشرف وعبد الرحمن نجاح، مانو، زياد طارق، احمد سيد غريب، وليد سليمان، صالح نصر، رأفت خليل، محمد ياسر، مصطفى ابو الخير، ميدو نبيل، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، ولويس ميكاسوني، ومحمد هاني، واحمد عبد القادر، وعمار حمدي. وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله.